السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكي سالي. لو لسه اول مره بتشوفيني، ما تنسيش بقى تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده اللي انا بنزلها. موضوع النهارده كتير مننا قوي بنتعرض له، كتير مننا قوي ما بنعرفش نتعامل ازاي، كتير مننا بنقول هو انا ليه كده، هو في ايه، هو انا غلط، طب هو صح، طب هو في ايه. تساؤلات كتير جدا بتدور في دماغنا. كل التساؤلات بقى دي كانت برضو في دماغي في بعض الاوقات، فبدأت ان انا اعمل سيرش على اليوتيوب ولقيت في دكتورة اسمها نانسي صميدة، دكتورة بجد محترمة جدا جدا جدا، هي استشارية نفسية. ومش معنى ان انتي تسمعي او تقري عن دكتورة استشارية نفسية يبقى انتي يعني سوري مريضة او ان انتي مجنونة او ان انتي فيك اي حاجة، بالعكس خالص. الاستشاريين النفسيين كلامهم مريح جدا جدا. بتقدري تعرفي الحالة اللي انت فيها دي ايه هي وايه سببها وايه اسمها، بتعرفي كل التساؤلات اللي ممكن تكون بتدور في دماغك حتى لو ما بينك وما بين نفسك، بتعرفيها عن طريق الدكتور او الدكتورة الاستشارية. فالموضوع بتاع النهاردة انا هقولك على 4 انماط من الشخصيات تعرفي بيهم ان انت في علاقة سامة، علاقة يعني سامة جدا، بتضرك، بتهدر وقتك، بتخليكي دايما مشتتة. الشخصيات دي برضو هقولك تتعاملي معاها ازاي. وزي ما قلتلك ان الموضوع بتاع النهاردة ده منقول عن الدكتورة نانسي صميدة، تحياتي ليها، وهي فعلا انسانة محترمة جدا جدا. انا بقرأ عنها من قبل اصلا ما اعمل القناة، بقالي كتير قوي بسمع يعني بقرأ عنها وبشوف الفيديوهات بتاعتها. بصراحة كلها فيديوهات تحسيها عملية ويعني بتوصلك المعلومة وبتقولك فعلا كل حالة انت بتبقي فيها مرتي بيها في حياتك بتقولها لك بالعلم، فماني يعني مش واحدة سوري يعني بتفتي او بتقولك اي كلام او كده، لأ. اتمنى ان انتوا برضو تسمعوني. انا هقول لكم المعلومات اللي انا اتعلمتها من دكتورة نانسي سميدة على مدار تقريبا سنة، الحاجات اللي انا استفدت بيها من فيديوهاتها. وبرضو لو في اي حاجة انت حابة ان انت تعرفيها تدخلي برضو على القناة بتاعتها، بجد مفيدة جدا 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 وانسانة محترمة قوي قوي قوي. يلا بينا نشوف الفيديو، يا رب ان شاء الله يعجبك، ولو عجبك ما تنسينيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب. يلا بينا. اول شخصية معانا تعتبر من الشخصيات السامة اللي بتهدر وقتك وبتخليكي على طول في اسئلة، هي الشخصية القماصة. الشخص القماص اللي من كل حاجة ومن ابسط حاجة تلاقيه قمص، وممكن تكوني انت اصلا ما ضايقتهوش في حاجة، يعني انت من وجهة نظرك انت ما ضايقتهوش اصلا في حاجة، بس هو شايف ان هو زعل. تفضلي بقى تسألي هو انا زعلتك في حاجة؟ طب هو انت مالك؟ هو في ايه يعني؟ طب هو انا عملت لك ايه؟ كل الاسئله اللي انت هتساليها دي ملهاش اي لازمه بالنسبه له ولا هيجاوب عليها، هو هيفضل كده مع نفسه لحد لما يحن ويقول لك انا كنت متضايق من ايه، وهتلاقيه في الاخر سبب تافه جدا، لان هو اصلا شخصيه قماصه. الشخصيات دي بتبقى شخصيه سامه جدا جدا، بتخليكي طول الوقت تفكري يعني، وبالذات بقى لو الشخص ده غالي عندك او حد مقرب جدا ليكي، بيخليكي طول الوقت بتفكري وطول الوقت بتهدري في وقتك وفي نفسيتك وبتاخدي منه طاقة سلبية. طب ليه كل ده؟ علشان هو شخص قماص. عايزة اقولك ان الشخص القماص ده على قد ما تقدري تكوني حذرة معاه، تكوني عارفة شخصيته من البداية. لو بيتعامل معاكي او شايفة ان هو مثلا انت ما عملتيش حاجة غلط وهو زعلان وسألتي مرة واتنين وما قالكيش السبب، خلاص اتأكدي 1000000% ان هو من الشخصيات القماصة اللي مش هيقولك اصلا سبب، لان هو بس هو عايز يزعل، واحد عايز يزعل. فالشخصية دي التجاهل معاها احسن حل، وتكوني حذرة جدا 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 في التعامل معاه، وما تكونيش ابدا بتتضايقي او بيأثر على نفسيتك. تحاولي ان انتي تاخدي الموضوع بكل برود وعادي ومش فارق معايا، لان انا بيني وبين نفسي انا عارفه ان انت شخصيه قماصة ومش هتتغير. تاني شخصيه بقى معانا، الشخصيه اللي هي كثيره الشكوى، اللي هي على طول مش راضيه بحالها،
طول الوقت بتشتكي، طول الوقت بتقولك انا تعبانة، انا فيا كذا، انا ولادي تعبني، انا ما بشتغلش، انا جوزي مطلع عيني، انا مش عارفة حصل لي امبارح، انا ايدي اتكسرت امبارح. الكلام ده كله بينقلك طاقة سلبية. على قد ما تقدري تبعدي عن الشخصية دي وتكوني برضو حذرة منها تماما، لان بالتدريج ومع الوقت هتلاقي نفسيتك، لو انتي شخصية بتبقي حاسة طول الوقت بالرضا وطول الوقت مبسوطة وراضية بحياتك، لو اتعاملتي مع الشخصية دي مع الاستمرار هتحسي ان انتي زيك زيها بالظبط. فعلى قد ما تقدري تبعدي عن الشخصية دي تماما، تكوني حذرة منها. تيجي تتكلم معاكي انا ايدي اتكسرت النهاردة او اي الاسباب اللي انا ذكرتها في الاول دي، تحاولي ان انتي تتلاشي الموضوع، مرة تسمعي لها المرة التانية ما تسمعي لهاش، لحد ما هي ما تتعود ان لا في برضو حاجات ايجابية في حياتك لازم تكوني بصلها. حياتنا يا جماعة مش طول الوقت سلبيات، زي ما في حاجات وحشة في برضو حاجات حلوة. فالشخص اللي بيجي يقولك كل الحاجات المساوئ اللي بتبقى في حياته بس، ده انسان مش راضي عن حياته، وبالتدريج هينقلك الحالة اللي هو فيها دي، وهتبقى انتي برضو طول الوقت بتقولي انا تعبانة، انا فيا كذا، انا فيا كذا، وهتنسي خالص الجزء الايجابي اللي في حياتك. تالت شخصية بقى معانا، وهي الأشخاص الناقدين. الأشخاص الناقدين دول برضو تعتبر علاقة سامة، حتى لو ناس قريبين جدا منك دول بينقلولك طاقة سلبية انتي مش ممكن تستوعبيها. يعني انتي مثلا تكوني عاملة كل حاجة كويسة، ويجي الشخص الناقد ده يقولك لا انتي مثلا الملح قليل، كمثل يعني الملح قليل، انتي كده أكلك كله مش حلو. طب انت بتحكم علشان مثلا الملح بتاعي بسيط يبقى انا كل اكلي مش حلو؟ فالناس دي بتبقى مش شايفة الصورة كاملة، بتبقى شايفة لو عيب بسيط فيكي بتخليه هو العيب الكبير، وان ده اسلوب حياتك. الناس دي تحاول ان انت تكوني حذرة منهم تماما، علشان بيهدروا وقتك، بيخلوكي دايما برضو تفكري هو انا غلطت في ايه، هو انا عملت ايه النهاردة، ده انا كنت عاملة كل حاجة كويسة، ده انا اسئلة كتير قوي بتدور في دماغك، بتهلك من نفسك، بتهلك من كيانك. الناس دي تحاولي ان انت تبعدي عنهم بالتدريج، علشان ما تهدريش من وقتك وما تتعبيش في نفسيتك. رابع شخصية بقى معانا، الشخصية دي بقى مهمة جدا جدا. الشخصية دي اللي هي بالبلدي كده الشبعة بعد جوعة زي ما بيتقال، او الشخصيات اللي هي قليلة الاصل، اللي هي اول لما بيجي لها مثلا ماديات بتلاقيها اتحولت 180 درجة، وتكون مثلا بتتكبر عليكي، او تقولك تيجي مثلا توري لها حاجة انت جايباها تقولك يا ده انا جايباها مثلا من سنتين، بصي انا جايبة ايه وانتي معاكي ايه، بصي انا فين وانتي فين، بصي وبصي. الناس دي تحاولي ان انتي بقى تبعدي عنهم تماما، لان الناس دي علاقة من اوائل العلاقات السامة دي، فعلا برضو بتهدر من وقتك كتير قوي، بتخليكي مع الوقت تحسي دايما بالتقصير من اللي حواليكي. الشخصية دي بجد يعني ربنا يهديهم ويزيح عنهم المرض ده، لان ده فعلا مرض اللي هو الشبع بعد جوع ده. طب سوري يعني، طب انت كنت في الاول ايه علشان تيجي بعد كده تتكبر عليا وتتعامل معايا بالطريقة دي؟ فتحاولي ان انتي تبعدي عن الناس دي تماما، التجاهل معاهم احسن حل. يعني لو حد يجي مثلا يقولك بصي انا جايب عربية نوعها ايه، ولا كأنك شايفة، يعني اللي هو عادي، لان انتي عرفتي ان الشخصية دي كانت ايه وبقت ايه وبتتعامل ازاي وكانت بتتعامل ازاي. الشخصية دي برضو بتنقلك طاقة سلبية من غير ما انت تحسي، وبتخليكي برضو تفكري اسئلة كتير قوي تدور في دماغك، هو انا ليه، هو انا اشمعنى، كلمة اشمعنى دي بالذات، اشمعنى اشمعنى هو كذا واشمعنى انا كذا. لا، التجاهل مع الناس دي، وخليكي دايما راضية وحمدة وشاكرة لكل اللي ربنا بيديهولك. والناس دي زي ما قلت ربنا يهديها ويعفو عنها، لان ده فعلا مرض نفسي. وده بقى يا حبايبي كان الفيديو بتاعي النهاردة، اتمنى ان هو يكون عجبك، وان انت تكوني استفدتي منه، وان انا اكون قدرت اوصل لك المعلومات اللي انا استفدت بيها من قناة الدكتورة نانسي سميدة، بجد قناة محترمة جدا، استفدت منها كتير جدا. تحياتي ليكي للمرة التانية، وتستاهلي كل الشكر وتستاهلي كل الخير حقيقي، بتنقل لنا معلومات يعني عن طريق العلم برضو، هي زي ما قلت لكم مش واحدة يعني بتقول كلام وخلاص،
لا هي بتقول كل كلامها علمي ومدروس وفعلا بيحصل حقيقي يعني كل كلامها او الفيديوهات اللي انا شفتها. لا يعني وصلتني المعلومة وعرفت انا بتعامل ازاي وهتعامل ازاي والناس دي بتتعامل معايا ازاي، عرفت منها معلومات كتير جدا جدا. فاتمنى ان انا اكون وصلت لك المعلومة بشكل حتى لو بسيط، وان شاء الله برضو هنقل لكم فيديوهات تانية بالحاجات اللي انا استفدت بيها علشان برضو تستفيدوا من المعلومات بتاعت الدكتورة نانسي سميدة. وشكرا ليكم واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والى اللقاء وباي باي.